السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد حسين، والنهاردة إن شاء الله هنكون بنشرح سوا Factory Pattern. والفكرة العامة من Factory هي مبنية على Static Polymorphism أو الـ Overloading. ولكن قبل ما نبتدي نكتب كود، خليني أشرح الفكرة العامة للـ Factory. هو إيه الـ Factory وإحنا ليه بنستخدمه؟ هو القصة العامة ان احنا بنستخدم فاكتوري عشان يخلينا بدل ما احنا نبتدي نعمل يعني كول لأكتر من سيرفيس، هو احنا يبقى عندنا كولر واحد، والكولر دوت هو اللي بيجيب لنا الأوبجكت اللي احنا عايزينه حتى لو كان فيه أكتر من implementation. فمثلا بدل ما احنا كنا في الاوفرلودنج، لو انت عندك انترفيس ومعمول له اكتر من امبلمنتيشن، فبتيجي لما تكون عايز تستخدم امبلمنتيشن معينه بتاخد الانترفيس ايكوال نيو الكلاس المعين اللي هو الامبلمنتيشن المعين اللي انت عايزها عشان تديك الاوبجكت اللي جواه الداتا اللي انت عايزها. فجم هم عملوا فاكتوري ديزاين باترن عشان يخليك مش محتاج تعمل كده. هو انت عندك كلاس واحد، وعن طريق الكلاس دوت بتقدر تاكسس الامبلمنتيشن اللي انت عايزها عن طريق ان انت بس بتعمل باس لارجيومنت ايا يكن اسمه ايه، بيبقى داتا فلاج يعني. او لو انت مثلا عندك اكتر من يعني مثلا الامبلمنتيشن ديت محتاجه منك ingredients، فانت بتباص الingredients ديت وبعد كده بتقدر تستخدمها في الكونستراكتور كارجيومنت وبتعمل الفانكشناليتي بتاعتك. فخلينا مثلا نجيب هنا ريكتانجل، وهنجيب واحد تاني وواحد تالت وواحد رابع. تمام، خلينا نتخيل ان انت الـ API بتاعتك مثلا عندها اكتر من داتابيس. جميل، يعني انت عندك API واحدة والـ API ديت عندها مثلا 3 داتابيس. نقول مثلا زي ما اتفقنا ان انت عندك API والـ API دي عندها اكتر من داتابيس، وانت عايز تجيب الكونتكست بتاعك. فخلينا نقول ان ده الكولر بتاعك او الفاكتوري. من الفاكتوري هنا مثلا انت بتدي له ingredient مثلا او argument، تقول له مثلا database x مثلا، فهو هيروح للimplementation بتاعتها وهيرد لك الداتا. وهنا مثلا نفس الكلام، هيروح للimplementation المعينة وهيرد لك الداتا، ونفس الكلام مع الdatabase التالت. فمثلا خلينا نقول مثلا انت عندك database SQL مثلا، وعندك هنا مثلا كوزموس، وعندك مثلا جراف. تمام، فانت الـ API بتاعتك عندها 3 database مختلفين، فانت بتعمل هنا factory، والفاكتوري ده بيجيب لك الـ DB context اللي انت عايزه بناء على الطيب اللي انت بتعمل له باس للفاكتوري او الفلاك. جميل، فدي الفكرة العامة للفاكتوري. تعالوا نشوف مثال ونشوف هو احنا ازاي ممكن نطبق الكلام ده. فخلينا هنيجي مثلا هنا في الانترفيسز ونكريت انترفيس جديد. تمام، نختار انترفيس هنا ونسميه مثلا اي DB مثلا context builder. جميل، وهنعمل له add، وجوه الانترفيس ده في الاول نخليه public، وهنشيل ال unnecessary namespaces، وبعد كده هنعمل جواه function واحدة بترجع dynamic. جميل، وهنسميها مثلا get db context based on type مثلا. تمام، وبعد كده هنيجي هنا هوت في services، او خليها عشان هي database فنروح في الانفراستراكشر، وهنكري ومفروض في الresistance data هنكري folder تاني، وهنسمي الفولدر دوت db context services. جميل، وجواه هنكريت الكلاس الاولاني. احنا قلنا عندنا سيكوال، فهنقول مثلا
SQL DB context service dot CS وهنكريت كلاس تاني هنسميه كوزموس DB context service وكلاس تالت هنسميه graph DB context service dot CS. جميل، خلينا هنحولهم كلهم لبابليك ونشيل ال unnecessary namespaces. روح هنا برضو خلي بابليك ونشيل ال unnecessary namespaces، وفي السيكوال نعمل نفس النظام خلي بابليك ونشيل ال ايه ال unnecessary namespaces. بعد كده هنا هننهرت من الانترفيس بتاعنا كان اسمه IDB context builder. بعد كده هنعمل له implement للfunction وهنعمل نفس الكلام هنا برضو IDB context builder وهنقول له implement وهنروح في graph نعمل نفس الكلام IDB context builder وهنعمل implement لي. تمام. في الطبيعي ان احنا المفروض هنا هنكون بنكلم الابليكيشن دي بي كونتاكست ونرجع كونتاكست، بس هو في الطبيعي احنا بنعملش الكلام دوت، احنا كده كده بنستخدم اي ريبوزيتوري باترن، ولكن زي ما اتفقنا هو بس عشان نشرح الفكره العامه. فخلينا هنا مثلا نقول مثلا دوت الدي بي كونتاكست مثلا بتاع دوت، خلينا نقول مثلا ريتيرن دايناميك هياخد مننا اي حاجه، مثلا هنقول ان هو رجع سترينج مثلا سميه انا سيكوال دي بي كونتاكست كونتاكست. تمام. وبرده خلينا ناخده زي ما هو كده ونروح كوزموس ونرجع هنا كوزموس دي بي كونتاكست وهنا نرجع graph db context. تمام. اللي احنا عملناه دوت اصلا كله كده على بعضه عادي جدا كده، احنا عملنا polymorphism static يعني overloading. فخلينا نروح هنا في في registration infrastructure registration ونعمل لهم كلهم ايه registration. فاحنا نعمل dot services dot add transient. تمام. اي دي بي كونتكست بيلدر والامبلمنتيشن الاولى هي سيكوال سيكوال دي بي كونتكست سيرفيس. بعد كده هنكنترول دي نشيل سيكوال ونخليها كوزموس. وبعد كده نعمل كنترول دي تاني خلينا اهوت graph db context. تمام. فاحنا كده عملنا لهم الثلاثه resolve. فهنيجي هنا بعدها هنكريت بقى فولدر جديد، تعالوا هنا نسميه factories عشان لو عندك اكتر من factory. في حاله ان انت الامبلمنتيشن بتاعتك مثلا لو كانت في نفس المكان بتاع الكور فعادي ينفع نعمل الفاكتوريز هنا، بس دلوقتي احنا لو حطينا الفاكتوريز هنا كده احنا هنعمل يعني اكسس من الانفراستراكشر للكور، يعني الكور هيبقى جواها انفراستراكشر. زي ما احنا اتفقنا في اول سيشن خالص ده ما ينفعش، كل حاجة بينفع تعمل ديبند على الكور، بس كور ما ينفعش يكون عنده ديبندنسي على اي لير. فخلينا هنا نكريت كلاس. تمام. الكلاس الاول ده هنسميه هنا مثلا db contacts factory. تمام. الكلاس ده هيبقى public، نعمل remove وهنخليه static. تمام. وجواه هنعمل function public، الريتيرن تايب بتاعها هنا
الانترفيس اللي عندنا اللي هو اسمه IDB Context Builder، وهنسميه نسمي الفانكشن مثلا Context Builder، خليها C capital. وهنا بتاخد مننا مثلا string type، ايه الطايب اللي انت عايزه. جميل. وبس. وبعد كده هنا هنيجي نعمل switch على الطايب، وهنيجي نعمل هنا هنقول case. تمام. الكيس الاولى مثلا خلينا نقول هنا مثلا sql، في الكيس sql هت return new of SQL DB context service. تمام. كده احنا مش محتاجين الكيرلي braces بتاعت الكيس، فخلينا نشيلها، هو كده كده line واحد يعني بس. وطبعا طالما فيها return انت مش محتاج break، فهنعمل هنا كيس تانية. الكيس التانية دي نسميها cosmos، والcosmos هنا بتعمل return بس مش SQL. هنشيل السيكوال خليها كوزموس. جميل. والكيس الأخيرة تبقى كيس هنا سميها جراف، وبتعمل ريتيرن لل جراف دي بي كونتكست. طبعا دي بتشتكي عشان لازم يبقى فيه ديفولت للسويتش كيس، فهنعمل في الديفولت مثلا ريتيرن نال. ريتيرن نال. تمام. انا طبعا دي معترضه فخلينا. جميل. ما نشوف هو دوت ليه معترض دلوقتي. معلش، هو احنا عشان لازم نخلي الفانكشن ستاتيك، احنا ما ينفعش يبقى عندنا كلاس ستاتيك والفانكشن جوه مش ستاتيك، بس ينفع العكس يعني، ينفع ده يبقى مش ستاتيك ولكن جواه فانكشن ستاتيك. جميل. احنا عادي ممكن نرجعه static، مفيش مشكلة. وفي الحالتين حتى لو ما خليناهوش static هينفع نقرأ الفانكشن اللي جواه من غير ما نعمل يعني من غير ما نعمل له initialization. جميل. تمام. دلوقتي احنا كده هو ده الفاكتوري بتاعنا. جميل. اسمه dbcontextfactory.contextbuilder، وهنديله الطيب وبناء على الطيب هيرجع لنا implementation مختلفة بس. وهنيجي بعد كده هنا احنا خلاص بقى الفاكتوري عندنا، هنبقى محتاجين نستخدمه. فدلوقتي مثلا احنا خلينا نعمل استخدام للفاكتوري بتاعنا. مثلا ممكن نروح في الكنترولر وخلينا نعمل اند بوينت جديده. الاند بوينت الجديده بتاعتنا دي مثلا هنسميها هنا فاكتوري. طبعا ما بياخدش مننا هنا حاجه، سميه هنا factory builder. وطبعا احنا مش محتاجين ده خالص، فبنيجي هنا نعمل var هنا مثلا db context equal to الكلاس بتاعنا كان اسمه ايه؟ الفاكتوري، اسمه db context factory، فهنيجي نسميه db context factory. جميل. dot context builder، وهنبصيله هنا الطيب اللي احنا عايزينه. احنا مثلا عايزين نجيب sql، فهنقول sql. جميل. ولكن لازم طبعا تبقى مكتوبة نفس الكتاب، وفي الطبيعي احنا ما بنكتبهاش كده بايدينا، اي حاجة بيبقى فيها string. تمام. وبيستخدم اكتر من مرة، مفروض بنعمل constant class وبنبتدي نحط جواه كل الحاجات اللي هي الثوابت يعني. جميل. كده بقى عندنا db context، فهنعمل db context dot get db context based on type، وخلينا نعمل ايه print للكلام دوت. فهنيجي نوت اول حاجة نروح مثلا عاملين return اوكي 200، وخلينا نعمل
بدل ما احنا كاتبينها هنا خلينا نكتبها هنا اهوت ونشيل السيمي كولون نحطها هنا اهوت. جميل، وخلينا الرن. عندنا ايرورز، خلينا نشوف ايه الايرور ده. كلاس ما احناش محتاجينه، نشيله نرن تاني. وده بيسأل على الاس اس ال، فهنقول له لا. تمام، ده الفاكتوري، هنعمل له تراي اكسكيوت. تمام، رجع لنا سيكوال دي بي كونتكست اللي هي الامبلمنتيشن بتاعت السيكوال. لو احنا غيرناها وخليناها كوزموس، نتأكد برضو ان احنا كاتبينها صح، كوزموس بالظبط. بعد كده هنرن، هنقول له don't ask me again، هقول له لأ. جميل، هنعمل try للفاكتوري، رجع لنا كوزموس دي بي، ونفس الكلام برضو مع جراف. يعني احنا كتبنا هنا برضو جراف، المفروض هيرجع لنا نفس الكلام. execute try، تمام، هيرجع لنا جراف دي بي كونتاكتس. جميل، كلام جميل. دلوقتي طبعا في الطبيعي انت الموضوع ما بيكونش كده، انت طبعا بتاخد بقى الدي بي كونتاكتس بتاعك وتعمل اللي انت عايزه. وانت عندك مثلا سيرفيس بتجيب لك مثلا نوع عربيه بناء على شيء معين، وكل عربيه عندك ليها امبلمنتيشن مختلف، يعني الكلاس بتاعها ليه امبلمنتيشن مختلف. انا بدي مثال بالعربيه عشان انا هي جت على كار، وهكذا بقى. لو مثلا عندك، لو انت مثلا عامل هيلث ابلكيشن، هيلث ابلكيشن ده مثلا بيجيب مثلا بلاد بريشر او مثلا البادي تمبريتشر ايا يكن، بناء على شويه انجريدينتس او ارجيومنت، هتبصي ان هو هترجع تاني تبصي الكونستراكتور بتاع الامبلمنتيشن بتاعت الانترفيس اللي انت بتستخدمه وبس. وهي دي الفكره. ولو عندك اكتر من انترفيس مثلا وبتجيب له امبلمنتيشن مختلفه، بدل ما تيجي هنا اهوت وكل شويه تعمل انجكشن لكل دول، فببساطه جدا هتعمل فاكتوري، والفاكتوري ده بينجكت، بتنجكت الفاكتوري هنا عشان تقدر تعمل ريزولف لكل الانترفيسز اللي انت عامل لها ريزولفيشن في الكلاسز الثانيه او في الامبلمنتيشنز بتاعتها. وبعد كده هتروح مرجع لك الامبلمنتيشن، وبناء عليه تقدر تعمل الفانكشناليتي بتاعتك. بس كده، واتمنى اكون سهلت لكم فكره الفاكتوري. وان شاء الله في السيشن الجايه نبتدي نشرح البروكر ديزاين باترن، وبعد كده ان شاء الله نبتدي نشرح ميدييتور، تمام، وميدييتور بايب لاين، وايه هو السي كيو ار اس وبس. وبعد كده ان شاء الله نبتدي بقى نعمل فيديو سيريس تانية، هنبتدي نكريت فيها ابلكيشن حقيقي بقى، والكود ان شاء الله يكون موجود على جيت هاب تقدر ان انت تستخدمه وبس. ومتشكر جدا، واشوفكم ان شاء الله السيشن الجايه.